كلما تعلمت مهارة تضعها في الشريط عندك بالأمام كي تستعملها. حينما تريد أن تقاتل مثلا تضغط فقط على F1 F2 حسب المكان الذي وضعت فيه هذه المهارة، فقط تستعمل هذه الحروف كي تقاتل الوحوش والأعداء. ولا تنسى معلومة أخرى مهمة جدا، لو أردت أن تقاتل لاعبا في أرض المعركة أو في أي مكان لابد أن تضغط عليه بالموس ثم تضغط على كنترول. عندما تضغط على كنترول سيتحول الموس إلى السيف، بعد ذلك تضغط على الشخص الذي تريد أن تهاجم عليه. في هذه الأثناء سوف تستطيع أن تهاجم، لهذا فقط إن كنت تريد أن تبدأ أنت الهجوم تضع يدك على كنترول ثم تضغط على اللاعب كي تهاجم عليه. الآن هيا أعلم المهارات. صحيح، هذه المعلومة مهمة. كنت أتساءل إذا أردت أن أهاجم على أحد أو هاجم علي وأريد أن أنتقم فكيف سأفعل ذلك؟ إذا لابد مني أن أضغط على كنترول كي أستطيع الهجوم على لاعب آخر. وقيل لي أنه لا أستطيع أن أقتل أي لاعب داخل المدينة لأنها منطقة آمنة، ولكن في الخارج أو في مناطق الصيد يستطيع اللاعب أن يقتلك وتستطيع أن تقتله أيضا إذا كنت بالقوة الكافية. يا إلهي، أرجو أن لا نقتل بعضنا البعض، هناك الكثير من يستحقون القتال. هيا يكفي طرطرة، تعلم المهارات. نعم، سأعطيك معلومة أخرى كي تكون أكثر احترافية. قبل أن تتعلم المهارة اقرأ تفاصيلها فسوف تجد بعض المهارات قوية. مثلا عندما تضغط على مهارة وتجد شيء اسمه الطاك أو ATK، يعني الطاك أو باور الطاك، فهي قوة الهجوم. فكلما وجدت هذه الأرقام عالية إنها معدل الضربة، فلو كانت معدل الضربة مرتفعا فهذا يعني بأن المهارة قوية. يعني استغل هذا الأمر، تعلم المهارات التي لديها قوة هجوم عالية ثم بعد ذلك انتقل إلى المهارات التالية التنوية. شكرا جزيلا. حسنا، فأكون حذرا، لا تنسى أن هذا الأمر يتعلق فقط بالمهارات النشطة. أما المهارة الكامنة التي تساعدك فقط فهذه المهارات مهمة جدا أن تتعلمها كلها. أيها الأحمق، يا سيدي لقد نهيت تعلم المهارات، كيف أقوم باستعمالها؟ طرحت لك ذلك للتو يا رأس البطيخ. ألم أخبرك؟ تلك المهارة الفعالة هي المهارة الناشطة، تقوم بجرها إلى الشريط الذي أمامك الفارغ ثم تضعها في المكان الذي تريد أن تضغط عليها عندما تريد أن تستعملها. فهمت. حسنا، سوف أجرها إلى الشريط كي أستعملها مباشرة. حسنا، شكرا سيدي. اذهب الآن يا رأس البطيخ، سوف تجد الآن رقم درجتك يظهر قرب المهارة الكامنة من نافذة المهارات. نعم، إنه يظهر الآن. حسنا، شكرا، سوف أذهب الآن لأشتري الدروع والأسلحة المناسبين للمحارب. شكرا لك يا سيدي. يبدو أن هذا هو المحل. إذا فتحت الخريطة أجد بأن هذا هو بائع الأسلحة والدروع. السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا بك أيها المحارب الجديد، ما الذي أتى بك يا هنا؟ قد أتيت إلى هنا بصفتي محاربا الآن وأحتاج إلى أسلحة ودروع خاصة بالمحارب. لقد فتحت نافذة المهارات وذهبت إلى الكامنة ووجدت بأنني أصبحت الآن أرتدي دروع وأسلحة خاصة بمستوى الدي. هل أجد عندك هذه الأشياء؟ طبعا لدينا كل هذه الأشياء. طبعا لدينا، ولكن يجب أن تعرف شيئا مهما يا بني، إن الأسلحة والدروع التي لها قيمة كبيرة سوف تجدها عند مستر كات، فمتجر الدينار لديه يبيع هذه الأشياء وأكثر، ونحن لا نبيع سوى أسلحة ودروع للمبتدئين. طبعا مثلك أنت يمكننا أن نعطي الأسلحة والدروع المناسبة، ولكن في المستويات المتقدمة يجب أن تشتري الدروع والأسلحة عند مستر كات. فهمت الآن يا سيدي، إذا مستر كات لديه متاجر كبيرة جدا. هذا صحيح، لديه تقريبا أسلحة ودروع لجميع المستويات، أما نحن فلا نبيع سوى أسلحة ودروع لمستوى الدي مثلا أو أسلحة ودروع بدون درجة فقط. حسنا جيد، بما أنني الآن في مستوى الدي سوف أشتري من هنا أسلحة ودروع لمستوى الدي. حسنا، أهلا بك، تستطيع أن تشتري عندي الدروع الخاصة بالدي، والسيدة التي بقربي هنا تستطيع أن تشتري من عندها تشتري من عندها أسلحة دي.
تمام التوفير. ولكن كيف أعرف التي مستوى D والتي بدون مستوى إلى غير ذلك؟ هذا سهل جدا، تضع المؤشر على الدرع أو على السلاح سوف يخبرك هل هذا لمستوى D أو حتى إذا لم يظهر فيه أي حرف فهذا يعني بأنه بدون درجة. أوه هكذا إذن، حسنا حسنا شكرا. لا تنسى شيء آخر يا بني، عندما تتعلم المهارات ادخل إلى نافذة المهارات ثم اضغط على الكاملة، سوف تجد هناك نوع الدرع التي ترتديه. لو وجدت فيها إتقان الدرع الخفيف فهذا يعني بأنه يجب عليك أن ترتدي فقط الدرع الخفيف، إذا وجدت فيه إتقان الدرع الثقيل فهذا يعني بأنه عليك أن ترتدي أو أن تشتري الدروع الثقيلة. أما إذا كنت ساحرا أو كاهنا فأنت تشتري الدرع الخفيف أو الدرع القطني، هذا هو الفرق. فدائما السحرة يرتدون الدروع الخفيفة جدا وليس مثل المحاربين. أوه حقا هذا جديد علي، لم أكن أعلم بهذا. شكرا شكرا لك. نعم إذا وضعت المؤشر الآن على قان الدرع فسوف يعطيك المعلومات. إذا وجدت كلمة heavy armor heavy armor فإنه الدرع الثقيل، إذا وجدت light armor فهذا يعني بأنه الدرع الخفيف، أما إذا وجدت cotton armor فهذا يعني بأنه الدرع القطني. شكرا شكرا لك سيدي. ولا تنسى كذلك حين تشتري الدرع أن تشتري معه الحذاء والخوذة وأيضا القميص القطني. وهناك أيضا دروع تنقسم إلى قسمين، هناك دروع منقسمة أي الجزء العلوي والسفلي، وهناك أيضا دروع التي تكون فيها الدرع العلوي والسفلي ملتصقان. لذلك اقرأ جيدا المعلومات قبل أن تشتري أي درع. حسنا 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 هكذا. إذا هناك قفازات أيضا إلى جانب الخوذة وغيرها، هناك أيضا قفازات. أهلا سيدتي كيف الحال؟ أهلا بك، يبدو أنك محارب جديد. نعم يا سيدتي، أتيت لأشتري بعض الأسلحة. بالتأكيد، تفضل اختر السلاح المناسب لك. شكرا لك أيتها السيدة. لا تنسى أن أسلحة المعالجين يقصد بها أسلحة السحرة الذين أخذوا يعني تخصص السحر والروحاني. حسنا حسنا، يبدو لي هذا واضحا. أدريني سيدتي، هل يمكنني استعمال أي سلاح بدرجة دي؟ أي بدرجة مناسبة؟ لا يمكنك ذلك. عندما تضع المؤشر على مهاراتك التي تقاتل بها ستجد السلاح المناسب لاستعمال تلك المهارة، مثلا السيف أو السيف باليدين أو مهارة السهم وغير ذلك. مثلا إذا كنت تخصصك محارب وتعلمت المهارات الخاصة بالمحارب، عندما تضع المؤشر على المهارات سيقول لك تحتاج إلى هذا السيف لاستعمال هذه المهارات، إما السيف أو الخنجر أيضا أو المطرقة أو غيرها. لذلك تأكد من الضغط على مهاراتك وتقرأ تفاصيل خاصة بالمهارات. فهمت الآن فهمت. نعم عندما وضعت المؤشر على مهاراتي ظهر لي السيف، كي أستعمل هذه المهارة أحتاج إلى السيف، إذن علي الآن أن أشتري السيف. شكرا لك سيدتي. نعم، وكي تشتري أي شيء تضغط عليه مرتين ثم تضغط شراء وسوف تجده في حقيبتك، ومباشرة تذهب إلى الحقيبة تضغط عليه مرتين وأنت قمت بارتدائه. نفس الشيء لكي تنزع شيئا تضغط عليه مرتين فتنزعه. يمكنك أيضا شراء المجوهرات لكي تزيد من قوتك. نعم شكرا شكرا لك. حسنا سيدتي، علي الذهاب الآن. إلى اللقاء، شكرا لكم. وترائح خيرا اشتريت دروع المحارب وأيضا سلاح المحارب. اسمع أيها الفتى، كي تصبح محاربا خطيرا مثلنا استمع إلي يعطيك نصيحة. محقا؟ ما هي هذه النصيحة يا سيدي؟ سأحدثك عن التحسينات. يجب أن تعلم بأن كل الأسلحة والدروع التي ترتديها الآن هناك تحسينات خاصة بها تسمى لفافة التحسين. لفافة التحسين لكل سلاح ولكل درع، وهذه التحسينات تباع عند مستر كات. هذه التحسينات هي التي تجعلك أشد محارب في أرض المعركة. كلما قمت بتحسين هذه الدروع والأسلحة كلما صرت أكثر قوة. هذه
التحسينات تجدها عند المستركات في متجر الكراش، تسمى لفافة التحسين. سوف تجدها في نافذة تسمى مواد التحسين، سوف تجد فيها هذه اللفافات تباع هناك، وفي بعض الأحيان يبيعها اللاعبين أيضا بثمن أرخص من التي يبيع بها مستر كات. مثلا مستر كات يبيع لفافة التحسين بمئة مليون كراش. نعم شيء لا يصدق. والشيء الأكثر أهمية بأنك تستطيع أن تحسن هذه الدروع والأسلحة، كلما قمت بتحسين سلاح أو درع يكون عليه زائد واحد، يعني تتضاعف قوته بنسبة زائد واحد. قمت بتحسينه مرة ثانية تزيد قوته إلى زائد اثنان، وهكذا حتى المستوى الثالث أو الرابع يكون كل شيء بدون مشاكل. ولكن بعد ذلك رفع قوة السلاح بواسطة لفافات التحسين يكون آمنا إلى 3 أو 4 فقط. بعد ذلك كي ترفع قوته أكثر من ذلك، هناك احتمال أن ينكسر سلاحك أو يفشل التحسين ويعود إلى الصفر. لذا يجب أن تكون حذرا بعد التحسين الآمن، لأن إصلاح السلاح أو الدرع بعد الانكسار يكون الثمن غاليا قليلا. أما كي تحسن أسلحتك ودروعك بدون قلق، فأنت تحتاج إلى مواد مساعدة على التحسين مثل أحجار الاحتياط للتحسين والبلورات وغيرها. ترفع بها نسبة نجاح التحسين إلى أقصى حد، وتكون هذه المواد غالية ونادرة، لذا أحرص عليها جيدا. كما أن هناك اللفافات المباركة، ما الفرق بين لفافة التحسين العادية ولفافات التحسين المباركة؟ لفافات التحسين العادية كلما حسنت بها السلاح ترفع لك زائد واحد فقط، أما لفافة التحسين المباركة فهي تزيدك زائد 4 أو زائد 3 مباشرة. يعني فقط لفافة التحسين المباركة واحدة قد تزيدك زائد 4 مباشرة، لذلك تعد هي أغلى وأروع وأتمن من لفافة التحسين العادية. هناك أشياء أخرى كثيرة ستكتشفها بنفسك، أنصحك بالانضمام لأحد الكتائب هناك، سوف تلتقي أصدقاء وسوف تتعلم منهم كل شيء بالتفصيل وكل أسرار وطرق لتصبح أعظم المحاربين. مثلا هناك طرق متعددة لتحسين المهارات بالكتب وغيرها، وتحسين الشخصية باستعمال عناصر متعددة مثل أحجار النار والماء وغيرهم، وكثير من الأمور التي ستبهرك في هذا العالم. أشكرك سيدي، هذه معلومات قيمة جدا وقد لا يخبرني بها أي أحد هنا. سوف أفعل ذلك، سأبحث عن لفافات التحسين هذه الخاصة بدرجة الحالية وأقوم بتحسين دروعي أيضا، فكما سمعت هذا التحسين سيجعل قوتي تتضاعف وسوف يكون سهل علي أن أنتصر على الوحوش الخطيرة وحتى على الأعداء. هذا رائع جدا وحماسي، شكرا شكرا. لا عليك، لا تنسى أن الشخصية التي تحمل اسم عضو نقابة المغامر يبيع لفافة التحسين ومعدات أخرى بواسطة نقاط التواجد. اذهب إليه الآن، يوجد في كل مدينة، وهنا في غلوديو ستجده واقف عند الدرج ويبيع لفافة التحسين الخاصة فقط بالمستويات المتوسطة. وحد موفق لك. هو عضو نقابة المحارب؟ نعم لقد رأيته واقفا عند الدرج منذ قليل. شكرا سيدي، حسنا سأفعل ذلك، إلى اللقاء الآن. واو الكثير من اللاعبين الحقيقيين موجودين هنا، واو رائع. أي أيها الفتى، يبدو أنك جديد هنا، يا على المسكين. نعم فماذا تريد إذن؟ ما شأنك؟ أردت أن أبيع لك مرافقة، فما رأيك بهذا؟ وماذا تعني بمرافق؟ أوه يا إلهي، ألا تعلم؟ يمكنك ترويض الوحوش هنا، لكن ليس كل الوحوش، بل هناك حيوانات محددة تستطيع ترويضها، مثل الذئب مثلا تستطيع تربيته وتطويره حتى يصبح كبيرا، وتستطيع الركوب عليه أثناء السفر ويقاتل معك أيضا. وتنقسم هذه الحيوانات في هذا العالم إلى 3 أقسام: نوع من الحيوانات الأليفة التي ترافقك فقط ولا تقاتل، والنوع الثاني حيوانات مقاتلة، والنوع الثالث حيوانات مرتبطة بتخصص معين مثل الأسد الأسود مرتبط بتخصص محارب الجحيم. أوه حقا، أصحيح ما تقول؟
يا إلهي، لم أكن أعرف بهذه الأمور. إذا كيف سأحصل على هذا الحيوان؟ ومن أين سوف أبدأ؟ يا إلهي لا أصدق هذا، وراءك تماما ستجد شخص اسمه مدير الحيوانات، ستتحدث معه فقط وسوف يشرح لك. ولكن لابد أن تعرف أن كل مدير يختلف عن الآخر، أو كل مدير سيتحدث لك عن حيوان مختلف. في البداية طبعا، لتحصل على حيوان لابد من اجتياز أحد اختبارات الاعتناء بالحيوانات قبل أن يعطيه لك. لا تنسى أنك تشتري من عنده، فتشتري من حيوانك الأليف سوف يحتاج الأكل، لذلك تشتري من عنده الأكل، وأيضا تشتري عند مستر كات لفافة الإنعاش لاسترجاع حيوانك عندما يموت. تقوم بتطوير حيوان عند نفس الشخص حين يصل إلى المستوى المناسب، وهذه المستويات التطوير هي مستوى 55، مستوى 60، مستوى 65، ومستوى 70. للتطوير تذهب للمدير وتضغط على تطوير. شكرا لك أيها السيد. وحسنا، هذا حقا رائع جدا. لم أكن أعلم بأن أمر الحيوانات موجود في هذا العالم. واو، حسنا سأذهب إليه. السلام عليكم يا سيدي مدير الحيوانات، كيف الحال؟ أهلا بك أيها الشاب، لابد أنك أتيت لتعرف عن الحيوانات. أعلم أنك جندي جديد هنا. نعم، هل يمكنني الحصول على واحد؟ أريد أن أعرف كيف. نعم، كي تحصل على حيوان لابد أولا أن تقرر ما هو النوع الذي تريده، لأن كل حيوان ومديره الخاص الذي سيعطيك مهمة للحصول عليه. فمثلا للحصول على الذئب ستبدأ المهمات من مدينة جيران من عند مدير الحيوانات الموجود هناك، وستجد على الشاشة رابط المهمات للحصول على الذئب، فاستمتع. هذا رائع، شكرا لك سيدتي، لم أكن أعرف هذه الأمور أيضا، شيء جميل جدا، لكن هذا سيأخذ مني بعض الوقت، يجب أن أنجز بعض الأعمال ثم أقوم بذلك. حسنا، شكرا لك سيدتي، شكرا، إلى اللقاء، أراكم لاحقا. شيء جميل جدا، الجو رائع هنا كالعادة تماما. آنسة، أهلا، السلام عليكم. رائع جدا، هذا المحل يبدو رائعا، يا لها من الفخامة هنا. ما هذا؟ صياد سمك؟ يجب أن أسأله عن ما يفعله هنا. السلام عليكم يا سيدي، كيف حالك؟ ماذا تفعل هنا؟ أهلا بك يا بني، أنا بخير، وأنت كيف حالك؟ يبدو لي أنك جديد بالمدينة، لم أراك هنا من قبل. نعم يا سيدي، أتيت من الجزيرة الناطقة وانضممت إلى الجيش، قررت أن أصير محاربا، وقد بدأت المغامرة الآن. حسنا يا بني، حظ موفق لك، يجب أن تعرف أن هناك أسرار كثيرة جدا بهذا العالم، ستكتشفها تدريجيا في كل يوم، ولكن هذا سيأخذ منك وقتا وصبرا طويلا حتى تعرف كل شيء، لكن لا تستسلم أبدا. بالتأكيد يا سيدي، أنا متابع جدا ولن أستسلم أبدا. أخبرني يا سيدي، ألاحظ بأنك تملك صنارة، هل أنت حقا صياد؟ هل يمكن أن تعلمني أو أن هذا لا يمكن؟ يا بني، تستطيع أنت أيضا صيد السمك كما أفعل تماما، وأستطيع أن أعطيك صنارة والطعم، وأيضا سأعلمك مهارة الصيد ومهارة توسيع حقيبة المواد لديك. حقا يا سيدي، أستطيع أن أشتري عندك كل مواد الصيد؟ هذا ممتاز، إذا أنت هو معلم الصيادين، صيادو السمك. نعم يا بني، نحن نرحب هنا بكل عشاق هذه الهواية، هواية صيد السمك، حتى أن هناك في بعض الأحيان مسابقات بين اللاعبين حول صيد هذا السمك، وتختلف الصنارات وأدوات الصيد حسب مستواك الذي وصلت إليه. ولا أنسى أنني سأعلمك كيف تقوم بتوسيع المخزن الخاص بك، وهو مكان تحتفظ به بموادك التي لا تحتاجها حاليا في حقيبتك، وهذا سيسمح لك بحمل أكبر عدد من السلع والأدوات الثمينة لاستعمالها لاحقا
أو بيعها للآخرين. وأنا مندهش يا سيدي، معلومة أخرى مفيدة جدا، أشكرك يا جدي، هذا حقا رائع. لا عليك يا بني، مرحبا في أي وقت، لكن لا تطلق علي يا جدي، لعنة الله عليك، فأنا ما زلت شابا وقادر على كل شيء. على كل، أنا هنا أرحب بكل متعلم جديد مثلك، بشرط ألا يكون بمثل حقارتك أيها الفتى اللعين. الآن هيا أغرب عن وجهي. شكرا يا سيدي، شكرا، هذا لطف منك، إلى اللقاء وأراك لاحقا يا سيدي. أهلا يا سيدي، ماذا يعني صنع الرموز؟ هل أنت تصنع رمزا معينا، نقش مع الجدار، أو كيف هذا؟ لا لا لا، ليس من هذا القبيل. الرمز هو شيء مهم للمحاربين. الرمز إنه شيء سحري يقوم به اللاعبين لكي يزداد قوة، وهو سر من أسرار هذا العالم. ماذا؟ كيف هذا يا سيدي؟ هل يمكنك أن تخبرني عن هذه الرموز؟ كيف هي مهمة للمحاربين؟ نعم يا بني، هذه الرموز تحتاج إلى الصباغات. هذه الصباغات تشتريها من عند ماستر كارد. كما ترى في هذه الورقة التي بجانبي وضعت فيها هذه الأشياء، اطلع عليها لتعرف. أوه حقا؟ حسنا، سوف أطلع عليها. أوه حسنا، فهمت، سيتوجب علي الذهاب إلى مستر كات لأشتري الصباغات، ثم آتي إلى صانع الرموز فيقوم بصناعتها. هذه الرموز تلعب دورا كبيرا في قوة الأشخاص. كما تعلم أن كل الشعوب الموجودين في هذا العالم ليسوا كلهم سواسية في قوتهم وسرعتهم من غير ذلك. أخذ مثلا جن الظلام، لديهم سرعة كبيرة ولكن قوتهم منخفضة قليلا، لذلك سوف يستعملون الرمز لينقص بعضا من سرعته ويعوضها في قوته، وهكذا يسد عيوب تخصصه. هكذا يفعلون. شكرا لك سيدي، شكرا جزيلا، إن هذه المعلومات قليل من يعرفها، وكما قال جدي الصياد، هذا العالم حقا مليء بالأسرار. يا إلهي. نعم، اذهب الآن وابدأ المغامرة، ولا تنسى أن هناك أحجار وطلاسم أيضا يتم إضافتها للشخصية لتقويتها أكثر. اذهب الآن وحظا موفق. نعم يا سيدي، سوف أذهب الآن إلى لقاء، وشكرا لك مرة أخرى على كل هذه المعلومات المفيدة. أراك لاحقا يا سيدي، الله يعاون خيط الأفرس. وهكذا يستمر بطلنا في مغامرته.